السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Welcome back to our course. And today, inshallah, we're going to discuss Unit 11 workbook, which is supposed to be answered. Yesterday at home. Okay. So yesterday I asked you to listen to this and keep those items by heart. Then, excuse me. I asked you also to finish the workbook, exercises four and five. Okay, it's about that you finish this. I don't know if in yes or if in yes or no. But let's start. Tayel, Abdul Aziz, and Abdul Majid. Who answered this? Tayyib? Oh, yes. Start number two, okay? Okay. Yes. On Friday, my friends, Bin and I'm going to see. Uh-huh, the same mistake like yesterday. Yeah, I'm going to see. It's the same mistake. What's the subject here? Is the subject I? Yep. Or the subject is my friend Bin and I? Huh? Which one is the subject? My friend Bin. Uh-huh. My friend Bin and I. وإلا my friend Bin أكيد أكيد مش مكتوبة زيادة حبر في المطبعة. صح؟ صح. فهي نفس الخطأ بتاع امبارح اللي وقعت فيه. هو ده؟ فين هو؟ Pat and I. تذكرت؟ يب. Yes. إذا كان يعني مثلا سوري إذا كان ملكية نستخدم الآر. Someone and I means what? Means we. طيب someone and someone means they. وصلت؟ وصلت. So in this one. My friend Ben and I, huh? I are going to see. برضو نفس الخطأ في الانسر. ما ينفعش أقول I are. ولا إحنا كده بنقول خطأ in English أو بنقلبها الفيزياء. مقاومة كهربائية, ها؟ بدون I يعني are going to see. أما نجي نطقها أراها إزاي؟ My friend Ben and I are going to see. لكن ما ينفعش أقول في البرونسيشن بتاع الجملة إن أنا أنطقها كده My friend Ben and I are going اللي هو زي and I are My friend Ben and I are going to see وصلت؟ نفس خطأ امبارح بيتكرر typical سمع حلقة امبارح إن كانش موجود معنا يدخل لنفس الخطأ بنفس التصحيح قد يكون مع نفس الشخص اللي هو طايل أو مع حد آخر منكم ده دليل إن إحنا للأسف مش بنركز رجاء ركز يا شباب بعد اذنكم اوكي طيب نكمل after the movie ها شوف كده مكتوب ايه مكتوب ايه وي سبحان الله يبقى انا كلامي كان صح في الاول وي هي طب ليه ما اكتبش وي في الاول لانه مكتوب اصلا my friend Ben and I فليه اكتب وي اللي هو من اي اتجاه اوكي فبناء عليه لما يكمل هقول ايه
we are going. أيوه we are going. هي we are طبعا. Going to. Eat. بس خلاص. وصلت ولا نعيد؟ اللي مش فاهم يطلب الإعادة. ممكن تعيد يا ساد إذا ما لك أمر. الأمر لله. يبقى إحنا بنقول the subject is my friend Ben and I. The subject means in grammar, means in English that it's the pronoun, the subject pronoun we. And so when I get the form of be going to in the present, the verb be is are, not am, because the subject is my friend Ben and I. You get it? ودينا انا كلامي صح؟ ان انا لما اكمل الجمله اقول on Friday my friend Ben and I are going to see a movie. After the movie we, who are we? My friend Ben and I are going to eat dinner at our favorite Thai restaurant. Okay? واضح؟ Okay, Mr. Grammar. الله الله. وإياكم. تمام. ناخذ number 3. Who answered number 3? يوسف، النعيمي، عبد المجيد، سلام. اي نعم موجود يا استاذ. مين حل number 3؟ والله انا توي خاش. اول محاضرة. عبد العزيز. اول محاضرة. number 3. طيب بعد كده يا طايل بعد ايوه استاذ ايوه سلام الحمد لله على السلامه ايوه تفضل تفضلك الله حليت نمبر 3 ايه نعم استاذ هو ده اللي انا عايزه ومع ذلك يا سلام هنلتمس للناس العذر وهنقول لطايل هو سمعني او لمعتز لما يبقى يسمع الفيديو اي حاجه هطلبها في الورك بوك ابقى صوروها للناس اللي لسه ما بلغتش ها ها وحطوه على المجموعه وقولوا ده المطلوب لكن الناس اللي بلغت زي سلام ما شاء الله عليه ناضج وعاقل ها ومستوعب فالراجل بيحل من نفسه مش محتاج ان ابعته تاني على المجموعه شكرا ليك يا سلام مره ثانيه العفو يا استاذ طب ما هو مستر ممكن يكون حل غلط ماشي ما يحل غلط عادي ايه المشكله مش هسقطه ما لا يدرك كله لا يترك جله مش كده برضه تفضل يا سلام. On Saturday morning, my parents visit. يا ترى ايه الصيغة؟ الجواب يا استاذ are going to visit. يا سلام عليك. يا سلام. جابت واحد واثق من نفسه مش بيفكر كتير. Are going to visit. طيب why are ليه مش is مثلا يلا خلينا الخبطه لكم بقى نشوف هو راجل مجاوب بمتانه ولا حد مساعده اشمعنى are ليه ما قلناش is مثلا تعرف يا سلام دقيقه يا استاذ طيب رد على الهاتف براحتك الهاتف انقطع أيوة. Because not singular. مين اللي not third singular؟ شخصين. مو بشخص. هم مين بقى؟ Parents. الله يفتح عليك. Because the subject. طيب أقدر أقول. Is not he. Not she. They are going. And not it. أو they are plural. طيب أقدر مثلاً أقول they are going to. الله يفتح عليك. نفس الخطأ اللي أنا قلته فهو ما حدش يكتبه. انت بتكتب وي فوق بس كده كتابه بالقلم الرصاص الخفيف فوق الجمله عشان تفهم هتكمل الجمله ازاي بالازرق الثابت المطبوع هنا نفس الكلام اكتب ذي بس كده عشان افهم ان اللي جايه هي ار لكن ما ينفعش اكتب اصلا ذي يعني دي مش اجابه انا كاتبها كده حتى بلون مختلف وبخط الايد عشان تفهموا ان هي مش الاجابه دي بس مفتاح يساعدني على الاجابه شكرا لسؤالك يا طيب طيب
للأسف الاتصال خطف مننا سلام في ظروف غامضة. مين هيكمل الإجابة غير طايل؟ معاك يا أستاذ. الحمد لله على السلامة حبيبي. نفس الإجابة اللي قالها طايل. يا السلام عليك. فنان واثق من نفسه. والدليل أهو شوف طلعت ذيل واحدة هي. ما قلناش عندها حاجة. يعني لو السلام بيعمل اللقطة دي لقطة فيلم مش هتطلع معاه بالجمال ده. صح يا سلام؟ going to drive. قال لك نفس الإجابة يا أستاذ. وأنا واثق من نفسي. ما شاء الله عليك. طيب مين يكمل الإجابة؟ جو ولا النعيمي ولا الأخ بتاع الجرامر ولا مين؟ مين حل نمبر 3؟ الحق الجرامر الله يبقى. أنا قاعد أسوق والله. لو ودي أجاوب. حقق ماشي توصل بالسلامة إن شاء الله. Yes, teacher. Can you answer? Yes, you can answer. Yes, تفضل. And we? And we are going to go. ما شاء الله. ما ادانيش فرصة اكتب يعني. ما لحقتش اكتب وراه. ما شاء الله. ثقة. And we are going to go. ماشي. طيب مين يكمل؟ To the restaurant or to the art museum. I think my mother love it. عبد العزيز. عبد العزيز مشغول. طب احمد. ابو حميد. ايوه يا استاذ. لا يا سلام بقى ما تاكلش الجو من الناس بقى خلاص. يعني انت راجل طماع في الخير. ادي فرصه للاخرين. معلش اليتامى الاخرين دول. عبد العزيز. complete. والله هو can I complete. ماشي اوكي انا موافق بس ندي فرصة. طيب ممتاز يا سلمان ما شاء الله عليك. جو. مفيش جو. طيب نعيم. على السلام. على حبيبي تفضل. يلا يقول I think my mother love it. They are going. مين هم اللي they are؟ They are going. بيقول لك my mother. تقول له they are. لا. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفع. طب my mother ايه؟ يا ترى is going to ولا are going to؟ Is the go. بس كده. Is going go. To love. To love. ممتاز يا نعيم. ناخد مين؟ ناخد دقيقة السلام على مهلك عبد المجيد أو عبد العزيز براحتكم. طيب ناخد جو. طيب ناخد مجرشي. ناخد راشد الرشيد. طب احمد. هي الناس دي اختفت في ظروف غامضه. طيب اللي جاهز يا جماعه يجاوب. اتفضل. أيوة يا استاذ. اتفضل حبيبي. Are going to watch. But لا احنا لسه انت سابقنا بخطوه ما شاء الله عليك. احنا لسه قبلها بجمله. But my father is not going to like. يا سلام عليك. يا سلام عليك. ممتاز يا سلام. مين اللي ساعدك يا سلام؟ كلام في سرك مش هقول لحد. ما حد ساعدني حال يا استاذ. ما شاء الله عليك. باي ماي سيلف يعني بتقولها صح؟ مش كده برضو؟ طب نكمل. يلا يا عبد العزيز. We are going to watch. يعني تحس ان إجابة عبد العزيز إجابة واحد ايه صاحي من النوم على المحاضرة. صح يا عبد العزيز؟ والله صحيح. شفتوها؟ عشان تعرف بس ان الكاميرا اللي في الفصل هنا بتصور عندكم في البيت برضه عشان الموضوع فيه تجسس. ربنا يستر. طيب
ناخد مين؟ احمد. طب ناخد سلمان. تفضل يا سلمان. Yes teacher, my parents are going to go. لحظة بس كده عشان في حد فيكم كتب على الشاشة فأنا همسح المأساة اللي عملها هو. بس طبعا بدون قصد طبعا أنا عارف. معلش تاني يا سلمان أنا آسف معلش ما سمعتكش. My parents أيوة are going to go. فنان. يلا يا سلام قول لنا كده مين ساعدك؟ ها؟ By yourself ولا by someone else؟ مين يا تيتشر؟ يعني مين ساعدك؟ You yourself ولا someone else؟ No, myself. ما شاء الله. طيب جو؟ جو اللي مخصمنا الربع ده؟ مش سامعين صوته من اول رب. معاك يا استاذ معلش. تفضل حبيبي. On Sunday I sleep. يا ترى am going to, is going to, are going to. واللي هتجاوب قول الإجابة كاملة على بعضها. يعني مثلا لو اخترت am هتقول I am going to تطلع صح يبقى هي صح. لو قلت is I am going to sleep. أكيد إن شاء الله. جواب نهائي بإذن الله. ما شاء الله. am going to sleep. رائع جدا. الحمد لله على السلامة يا جو. سلمك إن شاء الله. هو ده جو بتاع زمان. طيب مين تاني؟ راشد. طيب عبد الله الحواس. هلا يا استاذ. هلا ايام شو يلا سريع عبد المجيد. حاضر ما استعجلش. حاضر حافظك حضورك. حاضر اللي جاي. يلا يا عبد الله. بيقول then I read. الاجابه ايه؟ I am. يا سلام عليك. ايوه I am good. Going. What? To what? To read, صح? To read. ما شاء الله عليك. ضائع. يلا عشان من... Thank you, عبد الله. ما نزعلش عبد المجيد. يلا عبد المجيد. دورك اهو. هاي السؤال. تفضل حبيبي. I take. يا ترى ايه الإجابة؟ I am. يا سلام عليك. I am go to. ايوه. Take. يا سلام عليك. Nice. Very nice. ناخد راشد او فهد الخالدي. مين فيكم اللي جاهز؟ الأخ اللي داخل باسم آيفون يعدل اسمه في المشاركين، يعني يقف على اسمه كده وقفة طويلة فيظهر له قائمة فيها رينيم أو إعادة التسمية، فبدل ما يظهر اسمه باسم رينيم عفواً آيفون هيظهر باسم الحقيقي، ما يخرجش من المجموعة على حاجة. فهد الخالدي. طيب راشد الرشيد. طيب أحمد. جاوب يا أستاذ. فضل عبد العزيز ما هم مش راضيين. And the evening. ايوه يا استاذ ما شاء الله. يلا يا فهد اتفضل حبيبي. بعد اذنك عبد العزيز ادي فرصه بدل ما اخذت فرصتك. بيقول my friend Jill and I study together. يا ترى ايه الفراغ؟ يلا يا ابو الفهود. You study استاذ ولا يا ابن الذين امنوا وعملوا الصالحات. هو بيقول لك my friend Jill and I. يا ترى am going to, is going to, or are going to.
are going to. ليه بقى are؟ غير ان هي جت معاك بالحظ طبعا صح؟ لانهم are اكثر من شخص. الله يفتح عليك، لانها مش ام بس، اكتر من شخص. ان ماي فريند جيل اند اي ما جتش معايا بالحظ يا مستر بقى، وما تضحكش عليا بقى كده. ثانك يو فهد ما شاء الله، ممتاز. جماعة كوكب الزوم اللي عددهم 15 دلوقتي على الغرفة قدامي أو داخل الغرفة قدامي، مين مش فاهم اللي احنا عملناه؟ مين مش فاهم الحلول دي؟ واضح بالنسبة لي يا أستاذ، واضح. أستاذ ممكن تنزل الجزئية اللي تحت بس؟ عناية، حاضر. بما أنك قلت كده عشان أخذ سكرين شوت. اعمل لي سكرين شوت الأول لغاية هنا. سويت هنا، باقي تحت بس. وافتح عليك دي النص الأخير بس أو التلك. تمام خلاص. فنان، تحس أنا بتعلم مع فنانين في الربع ده. طيب نيجي بقى للجزئية اللي تقريبا هتاخد مننا لآخر المحاضرة، تخيلوا. والله فالموضوع عايز تركيز وناس مصحصحة، واللي حل هيتأكد من حله أو هيصححه لو كان في خطأ ويفهم، واللي ما حلش يصحصح معانا لأن الموضوع حساس جدا. أوكي، اللي هو how to make the question. فكل اللي فات ده إحنا كنا بس ندي حتة من السؤال وبيكمل صح، أو بندي statement، باقي جزء من statement اللي ناقص. ما إحنا هنكون السؤال أصلا بناء على إيه؟ هكون السؤال بناء على الإجابة اللي تحت. يعني الإجابة عبارة عن how to make the question form. أوكي، تعالوا نجرب كده. العدد زاد هو بين 16 ما شاء الله، ولسه الأخ بتاع آيفون مش كاتب اسمه. ما يكتبوش في الشات، يكتبوا هنا في مكانه. يعني يا ريت يا طايل تتواصل معه على الخاص، يعني يكتب له في الشات هنا انه يكتب اسمه. خلاص بيقول what are you going to do this weekend. طب هو ما قالش، هو ما كانش فيه اصلا السؤال ده. فالرد بيقول this weekend I'm going to go to the country with my brother. Okay. فكأنه العبارة اللي تم عليها السؤال هي عبارة I am going to go to the country with my friend or with my brother. دي الجملة اللي تم عليها بناء عليها تم السؤال. طب هو ازاي كون السؤال اصلا؟ تعالى نفكر كده مع بعض. What's the subject in this sentence? The subject is the preposition, oh sorry, the subject pronoun I. طيب. What's the verb? The verb is am going to go. فلما نيجي نعمل سؤال هنعكس، هنخلي verb subject. طب مين الهلب verb هنا؟ الهلب verb هو am. احنا هنعمل ايه؟ هنعكس دلوقتي am I. طب في السؤال تبقى ايه؟ تبقى are you. ونكمل بقى السؤال عادي جدا. Going to اهي زي ما هي، ولان هو سأل عن الاكشن نفسه اللي حصل فاستبدله بكلمة do. What are you going to do this weekend؟ فكان الرد this weekend I'm going to go to the country with my brother. واضح كده ولا عيد؟ عيد شوية السادة بس. هي فعلا محتاجة تركيز يا يوسف، شكرا لطلبك في الإعادة. الجملة أصلا بتقول، الجملة بتقول كده، عشان نكبر الخط بقى عشان الناس تشوف. الجملة بتقول كده I am going to go to the country، مش كده برضو الجملة بتقول؟ with my brother. Okay. تمام. فلما اجي اكون السؤال انا عندي 100 احتمال اكون عليه السؤال. الاحتمال الاول هو اسال عن السبجكت اللي هو I. الاحتمال الثاني اسال عن الفيرب اللي هو go. الاحتمال الثالث اسال عن
the place اللي هو country. الاحتمال الرابع أسأل عن the person you're going to go with, with who or who or who with. Okay. Okay. فلو سألت بالأولى هقول who are, sorry, who is going to go to the country with your brother. فالإجابة I am going to go to the country with my brother. يبقى استكويني السؤال بالشكل ده, هيبقى بالصيغة دي. I'm sorry. Who is going, أنا بكتب كده ليه, going to go to the country with your brother. اختصرها بس كده عشان المكان يعني, خلاص. Who is going to go to the country with your brother? الإجابة I am going to go to the country with my brother. الاحتمال الثاني ان انا اسال عن مين, عن الفيرب. مين الفيرب؟ go. فانا هعمل السؤال عادي جدا ما عدا الفيرب اللي هو go, هسال عنه do لان هو اكشن. فاقول what are, sorry, you going to do. وده سألت عن الاكشن, يبقى باقي السؤال مش محتاج ان انا اقوله في الاجابه, او باقي الجزء, عفوا الجزء اللي جابه مش بقوله في السؤال. يعني مش محتاج اقول what are you going to do in the country with your, مش هينفع, مش محتاج, خلاص انا بسال عن الاكشن كله. طيب الاحتمال الثالث ان اسال عن الكانتري اللي هو عباره عن place, فيكون السؤال where are you going to go with your brother. فتقول له I am going to go to the country. Okay. طيب الاحتمال الثالث اني اسأل عن your brother, فيكون السؤال who are you going to go to the country with. دي الأربع احتمالات اللي هو أنا أقدر أسأل عليهم من خلال المعلومات اللي واردة داخل الايه, داخل الجملة. تمام كده يوسف, كده تمام, واضح ازاي فكرة تكوين السؤال ولا نعيد تاني؟ هيا جو, واضح؟ واضح واضح يا استاذ, واضح, يعطيك العافيه. ممتاز. اذا جو سال سؤال جميل جدا, وافتكر هو استفاد والاخرين استفاد. طب تعالوا بقى نكمل. بيقول that's nice, وراح سال سؤال احنا مش عارفينه, فكانت الاجابه we're going to stay at our friend Margaret's house. يا ترى كان بيسال عن ايه؟
يسأل وين بيجلس في أي بيت؟ يبقى بيسأل عن place اللي هو الهاوس مش كده؟ يب. بقى كون السؤال هعمل جملة عادي جدا واشيل منها كلمة هاوس مظبوط؟ وما يتعلق بها. فنقول ايه بقى؟ نقول السبجكت وي والفيرب ار جوينج تو، فلما نعكس يبقى كده يبقى ار يو. نسال ازاي؟ جرب كده يا طايل اتفضل. ار وي اوكي اوكي ار وي ار وي جوينج تو ذس كوركت تيشر. ممتاز، بس انا بتسال عن البليس. يبقى نبدا بالسؤال بايه؟ بوير صح؟ يب وير. نقول السؤال ازاي بقى؟ وير ار وي. يا سلام عليك. وير ار instead of we you say you. Where are you? You. Where are you going to? Going to stay. بس خلاص. Where are you going to stay? الإجابة. We are going to stay at our friend. Yeah, we're going to stay at our friend. استاذ انت حل السؤال اللي فوق صح؟ اللي هو بالأحمر ده. اي تمام. بس انت شرحت هذا اللي تحته صح؟ اللي شرحت المثال المحلول عشان نوضحه بناء عليه ازاي نكون سؤال. تمام. مين يكون السؤال اللي بعده؟ The next one. You are استاذ استخدم فيها الثاني. نركز بقى ونشوف. ممتاز صح كلامك صح بس واحدة واحدة. I think we're going to go mountain climbing. فين السبجكت؟ We. وفين الفيرب؟ Are going to. لما نعكس يلا قول انت بقى. You are. لا مش you are. Are you. Are you. حلو. طب هو هيسأل هنا عن ايه؟ تتوقع انه عايز يسأل عن ايه؟ اسأل عن الفيرب الاكشن يعني ولا اسأل عن حاجة تانية؟ على السي شو اسمه حاجة ثانية. طب ايه الحاجة التانية يسأل عنها؟ احنا ما قدمناش في الجملة غير اما ان اسأل عن السبجكت اما ان اسأل عن الفيرب. يسأل عن الفعل. بالظبط. يسأل عن الفعل. بالظبط. هيقول ايه بقى؟ زي المثال المحلول كده. تعرف تقول مثال المحلول فوق؟ You are. اسمها are you. Are you. يبقى what are you. كمل. أستاذ أنت والله لحستني يا أستاذ. ما أنت ماشي صح مالك؟ ها؟ ما أنت ماشي صح مالك؟ What are you؟ كمل الجملة عادي جدا. ها؟ Go to. اسمها going to. Going to. ولأن أنت تسأل عن الفعل فتحط مكان go إيه؟ Do. فيبقى السؤال What are you going to do؟ الإجابة We're going to go mountain climbing. بس خلاص. واضح كده يا عبد المجيد؟ ايه واضح واضح. ممتاز. طيب مين يكون السؤال اللي بعده يا جماعه؟ يعني اذا فعل دو صح؟ ايوه نفس الصيغه going to واسال بدل ما اقول اي حاجه ثانيه اقول دو. ليه بقى؟ لانه انا مش عارف الفعل ايه. ايه ده ما هو مكتوب قدامي ما هو المفروض انت مش شايفه. ها يعني انت بتسال بتقول what are you going to do فيقول لك هم الاثنين بيردوا عليك يعني يقولوا لك we're going to go mountain climbing زي الاولى كده. what are you going to do this weekend قال له this weekend I am going to go to the country with my brother. وانت ماشي كده خلاص القوم بدلها بدو. الله يفتح عليك.
لكن لو عايز اعمل حاجه ثانيه هيختلف السؤال اصلا زي ما حصل في المثال المحلول اللي كان من شويه. تمام ممتاز. السؤال اللي بعده مين يكون السؤال اللي بعده يا شباب؟ حد يعرف؟ اوكي حاول. هو از جوينج. ممتاز. ده هو السؤال. احنا فين دلوقتي؟ في اخر واحده في نمبر 1 ولا في بدايه نمبر 2؟ اخر واحده نمبر 1. اخر واحده نمبر 1. اخر احمر نمبر 1. اجابه الاجابه ايه او العباره بتقول ايه؟ ها العباره هي هو اللي نو ماكرينا ازنت سؤال بس. No. مكتوب نو. ما دام نو يبقى السؤال ده عباره عن يس نو كويستشن صح؟ يب. يبقى يس نو كويستشن بيبدا ب از اور ار ولا بيبدا ب دبليو اتش كويستشن؟ دبليو اتش كويستشن. جواب نهائي؟ يس. طيب ما تيجي نشوف كده الدرس كان بيقول امبارح. الدرس امبارح كان في الياس نو كويستشن بيبدا باما ار واما از. فالاجابه كانت اما يس اما نو. اوكي. فبالتالي ما ينفعش انه يبدا بالدبليو اتش كويستشن لانه في الدبليو اتش كويستشن هنا ما فيش اي اجابه منهم تبدا بيس اور نو. وصلت؟ اوكي وصلت. ازاي بقى؟ اقول لك احنا عندنا السبجكت مارجري والهيلب فيرب اللي هو yep. Is. اجي اسال هعمل ايه؟ هعكس. Is my green. Is my green. بس كده شكرا ممتاز. هقول is Marjorie او Marjorie ما اعرفش بينطقها ازاي ان كان مش قصتنا. Going to go with you. قول تاني السؤال كده. طيب is Margaret going to go with you? Yes. Margaret going to go with you? No, Margaret is not going to go with us. لذيذ ممتاز. يلا number 2. طبعا مش هنلحق نخلص نمبر 2 دلوقتي يا شباب لانه الغرفه قدامها اقل من 3 دقائق الا ربع وتخلص. الظهر بس فوق بس كبشر على الصوره. لا مش حاضر. هنعمل سكرين شوت. حاضر اعمل سكرين شوت يا طارق. تمام خلاص. ليه بقول طايل؟ لانه هيحطها على المجموعه يعني. طيب فمجرد ما تقف الغرفه معانا في التزيين والحمد لله انا سجلت النهارده لما قلناش يعني الحمد لله. هننتظر بس من 5 دقايق او حد اقل 5 دقايق يعني بحيث ترجع الغرفة مرة تانية ان شاء الله. تمام؟ طيب number 2. I'm going to have a birthday party for Tara next Saturday. Can you come? Sure. راح سأل سؤال غريب مش عارفينه فرد عليه قال له It's going to be at my house. It is going to be at my house. So what's the question exactly? Excuse me guys. You are. تفضل يا سلمان. Is it يعني it is ممتاز. فكرة السؤال صح كده؟ yes. حلو. ولكن yes. كلامك صح على فكرة. ولكن هو أصلا السؤال yes no question يعني إجابة yes أو no. No. بالضبط. فبالتالي ما ينفعش أبدأ بذات نفسها. لازم أبدأ بكلمة تسأل عن حاجة داخل السؤال. هو يسأل عن إيه؟ ها؟
Where is it? ممتاز بالضبط كده. Where is it going to be? To be. بس خلاص شكرا. ممتاز. وده يبقى مسك الختام للنص الأول المحاضرة اللي هتقفل عليه الغرفة دلوقتي، ثم نرجع ونكمل النص الثاني إن شاء الله. زي ما قلت لكم بعد 5 دقايق إن شاء الله.